السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتعرف على حاجة جديدة اسمها ريميت. أولا أعرفكم بنفسي، أخوكم عمر سليم، صاحب مدونة مهوس البيم. دي مدونة مختصة بأي حاجة خاصة بالبيم، زي ريفيت، نكس وركس، كوانتيك أوب، الفزاري، وبرامج كتيرة جدا إن شاء الله هنتعرض مع بعض ليها. النهاردة إن شاء الله معانا موقع اسمه ريميت تبع شركة أوتوديسك. الموقع دوت أقدر أرفع عليه مثلا أي ملف أوتوكاد وابدا اشوفه، ممكن اظبط في حاجات وابعته للي انا عايزه. هذا هو الموقع freewheel.autodesk.com. اجي هنا واقول له انا عايز اعمل ابلود لملف يكون دي دبليو اف. مجرد ان افتح اي ملف في اوتوكاد واقول له اكسبورت دي دبليو اف، خلاص الملف هيجي معايا. اختار مثلا ملف هو دي دبليو اف، اقول له هيبدا يحمله لي وابدا اشوفه. أول ما يتحمل نقدر نعدل فيه زي ما احنا عايزين، أو الملفات بدأ يتحمل، هو الملف مش فاضية بس لسه بيتحمل. حسب سرعة النت اللي عندك، هذا الملف اللي أنا حملته، أبدأ أشوف اللي أنا عايزه. ممكن أداة الحركة المعتادة اللي هو 3D، بلاقي الحاجات بتاعت 3D شغالة معايا. لو انا عندي كذا لي اوت ابدا اقلب منهم. اجي هنا لو عايز تفتح ملف جديد ممكن اقول له اوبن وبعد كذا ملف. هنا هيبداوا بيبقوا موجودين عندي. هنا اقول له سيند تو، يقول انت عايز تبعت. هجيب الايميلات منين؟ هبعته مثلا من الجيميل ولا من الياهو ولا مايكروسوفت اوتلوك، زي ما انت عايز. وتبدا تكتب الايميلات اللي انت عايزها وتبعتها، تبعت اللوحه دي للاشخاص اللي انت عايز تبعت لهم. تمام. الفكرة لذيذة وبسيطة، إن شاء الله تعجبكم. أشوفكم على مرسلين.